رجعنا مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. انسام اليوم الجو صار على فكره وايد حلو. ايه انا كنت بقول لك ساعه بس ما مداني اقول هالكلمه هذه. انا كنت خايفه من البرد اليوم ما لبس، شفت الجو حر بس والله في هواء بارد حلو. شوفي لازم ندير بالنا من هالطقس هذا لانه شويه متقلب، يعني امس كان الجو شويه يميل حق الدفى اكثر، اليوم الجو بارد. انا واحده من الناس شوفي دائما لاني انا بسرعه استبرد فاتشيك على حاله الطقس قبل ما اطلع من البيت، وشفت ان اليوم شويه الجو بارد يعني ابرد، وخصوصا حقنا احنا لان طالعين اوت دور يعني مو داخل مجمع او مثلا مؤسسه حكوميه، فيفرق عندنا الطقس والهواء هذا ممكن ياثر علينا وتدري على الصدر وغيرها، ممكن يسبب حتى شويه ان الواحد تحوش الانفلونزا. الله يبعد الشر عنا يا ربي. ونقول في من الامور المهمه انسام، يعني اليوم احنا اطفالنا وعيالنا شلون نعلمهم انهم قبل لا يروحون المدرسه يتريقون، شنو الاكل اللي ياخذونه معاهم. اليوم ضيفتنا جدا مميزه، عندها صراحه ابتكارات جدا مميزه، جنى الغنيم. صباح الخير، يعطيك العافيه استاذه. صباح النور. يا هلا فيك. يا هلا فيك. هلا والله. اليوم بنتكلم اكثر، وخصوصا اني شفت لك فيديوهات بالانستغرام ما شاء الله وايد حلوه بافكار متميزه. في فيديو نوضح اكثر استاذه الفكره حق المشاهدين، نشوف مع بعض هذا الفيديو ونرجع لكم مشاهدينا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير، وصراحه عندنا استفسار استاذه جنى. بنتو مامي، الاسم غريب، ودنا نعرف شنو معناته، ليش اخترتيه، كلمينا عنه. بنتو مامي، كلمة بنتو معناتها لانش بوكس بالياباني. طبعا باليابان عندهم اللانش بوكس شيء وايد مهم، عندهم شيء مثل مقدس، يعني الأم تتفنن حق عيالها وحق زوجها قبل لا يروح الشغل. فأنا عيالي قبل لا يدشون حضانة، هالحكي قبل 8 سنين، كنت قاعدة أبحث على الإنترنت عن أفكار شنو أحط لهم باللانش بوكس وكذي، وبعدين عرفت ان في باليابان شلون يهتمون بهالاهتمام هذا وشلون يزينون بهالطريقه، وعجبني الشيء وبديت من وقتها. فعشان شيء سميت روحي بنتو ومامي. حلو، يعني عطيت افكار معينه، لان انا اشوف دائما عندهم باليوتيوب في فيديوهات وايد شلون تسوين الاكل السناك، عرفتي شلون زينينه بسرعه بسرعه. صح. وبطرق وايد بسيطه. صح. لكن انا اللي بيقوله يعني دائما الوحده يحوشها موقف مع عيالها، مثلا هل عيالك كانوا مثلا ما يبون ياكلون بالمدرسه، او مثلا مو متقبلين فكره اللانش بوكس يبون يشترون، لان الاطفال كذي يحسون بيدهم فلوس يروحون يشترون، اوفر لهم واحسن بالنسبه حق الاطفال. يعني انا لما عيالي كانوا صغار كان يعني كانوا ما يحبون حتى بالبيت، ساعات ما يبون ياكلون الاكل لانهم صغار، كانوا مثلا بسن 2 و3 سنين. أي. صعب ان تشرحين لهم ان ترى هالاكل صحي هذا احسن، ما يفهمون شنو السبب، يعني يبون ياكلون اكلات معينه، الباستا والعيش الساده وكذي. فلما ابتدي اسوي لهم على شكل حلو يقتنعون ان ياكلونه، احس ان هذه الطريقه اللي نقدر نقنع فيها الصغار ان ياكلون اكل صحي او اكل معين. جنى، الامهات ساعات يكون طبخه لذيذ صح اسمه وحلو، بس تقديم يعني ما يخليش تشتين تاكلينه، طريقه صح. تقديمها. فاكيد يعني في بعضهم يهتم بطريقه التقديم للاطفال، حتى في مطاعم نشوفها تهتم بالشغله هذه. صح. فانت الحين حضرتك تعطين كلاسات تعلمين ان الوحده او المراه شلون ان هي ممكن تزين الشغله كتقديم حق الاطفال عشان يعني يتشجعن ياكلها. يعني صراحه صح، هو نفس ما قلتي التقديم ترى وايد شيء مهم، يعني حتى احنا الكبار لما نروح مطعم ويصير الاكل مقدم بشكل حلو راح يجذبنا الاكل. بس يعني انا صراحه ما للحين ما بديت اعطي كلاسات، ودي بس الحين بديت ان اسوي فيديوهات على الانستغرام على اليوتيوب، لان الناس بدات تطلب مني صراحه وايد، فوايد احب اشاركهم حتى على السناب شات، احب اشارككم افكاري وكذي، وهم بعد هم قاعد يطرشوا لي افكارهم ونتشارك مع بعض. انا بقول لك شغله، انا مره حاولت اني اطبق الموضوع هذا، لانه نفس موضوعك ان الطفل لما تحطينه خلينا نقول اللانش بوكس او الحقيبه اللي حاطين فيها الاكل انه ياكل فيها بالمدرسه، هي طبعا محاضره بالبيت انا افضل انه وايد احسن. صح. لان كونك انت الام عارفه الطفل شنو يحب ياكل، تدرين شنو الاشياء اللي انت ما تبينها، وبس شوي شوي تزرقينها يعني بطريقه غير مباشره. لكن انا بعرف يعني اليوم كأم مثلا احس ان هالاشياء ترى مو سهله، صعبه، يعني تطلعين الشكل يعني كذي في شويه ديكورات بسيطة. حاولت بس أحس أنه شوي فشلت الموضوع هذا. شوفي تصدقين مو ضروري، هو اليهال ترى حتى لو مثلا الساندويتش تقصينها بشكل مختلف عن اللي دائما كل يوم تسوينه ممكن يعجبهم، يعني مو شرط ان تسوي، ممكن تسوين تفاصيل كبيرة مثل ما أنا قاعدة أسوي، ممكن تسوي تاخذين قطاعة الكوكي وتقصينها على شكل حلو وبس. حلو، انا قاعده اشوف وايد شغلات يعني من الكرتونز بعد حاطتها، يعني شويه تجذب الاطفال لان في شخصيات الاطفال يتاثرون فيها. صح. مثل الفيديوهات اللي انا كنت اشوفها باليوتيوب. ما شاء الله عليك فنانه والله. الله يسلمك، مشكوره. لا صح، اليهال كل شيء يعني يونسهم. أي. الحمد لله يعني بسيطين يعني وبريئين
كل شيء راح يعجبهم إن شاء الله. أستاذة جنى، الكلام اللي قاعد تقولينه والشغلة هذه وايد حلوة وتشجع لي هالنا يأكلون، خاصة في أشياء مفيدة تبينهم إن يأكلونها وتعودين عليها. فما أدري الحضانات يعني المفروض إن يسوون الشغلة هذه حق وجبات الأطفال، يعني رأيك السالفة؟ يعني حلو إن يهتمون الحضانات بهالشغلات، يعني مثل ما قلت حتى لو بس يأخذون قطاعة الكوكي، وفي قطاعات للسندويشات خاصين يقصونهم ما رح يأخذ من وقتهم. بس أنا بالنسبة لي صراحة بالحضانة أحب إن الأم هي تسوي أكل عيالها، أحب إن الأكل الوجبة تكون من البيت، أحس إن هذا الشيء الوحيد اللي الطفل يشوفه يكون من البيت يا أيوة. صح كلام، مش أنظف والأم تعرف وحلو غير، وحتى الياهل يستأنس. أنا أحس إن هالبوكسز اللي أسويهم مثل مسج بيني وبين عيالي، يفتحونه يعني مثل قصة يعني. أكيد صح، يتذكر اللحظة هذه إن ماما سوت ساعات مثلا مفاجأة حتى يكونوا مو شايفينها مرات ويتفاجئون فيها. على فكرة السنوات الأولى من عمر الطفل وايد مهمة، خصوصا لمن توه داخل المدرسة وعلى مجتمع جديد، فهو دائما يحس بالقلق والخوف لمن يروح المجتمع. أتوقع أستاذة فعلا لأن كأمهات نحس بالموضوع هذا، الأطفال الصغار يبي أي شيء يذكره بأمه باللحظات هذه، يمكن هذه أكبر وسيلة تذكر أن ماما موجودة معاك وأن هي ترى تدير بالها عليك أو عليك. فلازم الأمهات يهتمون بالنقطة هذه، أنها وايد مهمة. يعني هل هالشيء هذا يخليني أنا أقدر أدخل معاه ترى الأكل المفيد والصحي؟ لأن دائما الحين كل العالم يتكلم عن الأكل الصحي واخر شوية عن الأكلات السريعة. صح، هو هذا أسهل طريقة صراحة تقدمين، يعني مثلا نترس الثلاجة فواكه وكذي، بس ما رح الطفل يفتح الثلاجة ويأكلها ويخترب بعد. بالضبط، إذا قصصناها بشكل حلو وحطيناها عرضناها قدامه باللانش بوكس بأكله وكذي غير يصير الوضع. فاي وايد صراحه مهم الاهتمام بهالشغلات هذه. تلاقين صعوبه انك تقنعينهم ياكلون الاكل هيلثي، ولا تحسين لما انت تسوينه بشكل حلو ممكن انه ياكلونه؟ او اذا طفل مثلا في شغله مثلا ما يحبها، قدرتي بطريقه الديكور والتزيين انه تقنعينه انه ياكلها؟ يعني شوفي صراحه الطفل يمر بفيزز، مرات تجيله هبه ما يبي ياكل، مرات هبه، فاحنا نحاول بكذا طريقه. ساعات اسوي الاكل باشكال معينه راح يعجبهم ويتشجعون انه ياكلون، مثلا ساعات يطلبون حق المدرسه شغلات مو صحية، وبنفس الوقت يبوني أسوي لهم شكل معين، أقول لهم إذا تبون شكل معين لازم أسوي بشغلات صحية بس، فيتقبلون بهالشكل هذا. زين، حلو ان الطفل يحضر هو حقيبته اللي بيحط فيها الاكل. يعني خلينا نقول خلاص شويه صار الطفل اكبر. صح. وبعمر مدرك انه هو والله انا اللي بختار، عادي تبدا الشخصيه الثانيه حق الطفل، ان هو يمر بمراحل شخصيه انه لا ما تفرضين علي شنو اكل، انا اللي بحط الاكل. صح. فهني هل ممكن تعلمين الاطفال شلون هم يجهزون جنطتهم، يعني الناس ايش اللي يحطونه من الاكلات شلون يزينونها بعد؟ اي ممكن عادي، حلو بالعكس، يعني يسوون شغلات طبعا بسيطه ابسط من هذه بس يستانسون. يعني ساعات اكثر شيء مو ولدي بس بنتي كبيرة تحب تسوي حق روحها، تقصص وكذي، ومرة سوت لي حتى أنا لانش بوكس يعني. فلا حلو بالعكس، وايد أشجع حتى لو كان مو على أشكال، حلو إنه يحطون يسوون اللانش بوكس بنفسهم، هذا شيء بحد ذاته يشجعهم إنهم يأكلون أكلهم. ما شاء الله، دام إنك أنتي يعني تعلمتي هالشغلة وعلمتيها حق بنتك، ما يبالك إنك تفتحين يوم مطعم حق الأطفال يكون يقدم الأكل بشكل حلو؟ يعني بصراحة يعني هذا يصير ضد الفكرة اللي أنا فكرتي إن الأم تسوي حق عيالها، يصير في حب أكثر صراحة. بس أنا شو أسوي، يعني مثلاً قاعدة أوفر قطاعات والأدوات اللي هما يعني يحتاجونها حق الشغلات، حق اللي حب إنه يسوي هالنوع من الأكل حق عياله. وبنفس الوقت هم مثل ما قلت لكم الفيديوهات وعلى الإنستغرام وعلى اليوتيوب وكذي تعلم الأمهات شلون يسوون هالشغلات. أنا أتوقع إنه هو الشيء المفيد وأكثر شيء قريب من الجانب اللي أنت قاعدة تخصصين فيه، إنك تفتحين مكان يخلي الأمهات وعيالهم يجون ومع بعضهم يشتغلون كنادي ترفيهي وتسلية، وبنفس الوقت إنه شلون الأم تشارك الطفل إنه هو يشاركها بعد في صنع الوجبة الغذائية الصحية. صح. هذا الشيء ما راح تتجه إلا إن شاء الله بالمستقبل إنك أنت تعلمين الأمهات والأطفال أيضا. والله فكرة حلوة، أنا قاعدة أفكر إني أبتدي دورات وكذي لأنه وايد طلبوا مني بصراحة. بس إيه وايد حلو إن حتى الأمهات مع عيالهم يعني مثل نوادي الطبخ أستاذة الخاصة اللي مثلا الطفل ممكن يخلونه مثلا يسوي بعض العصائر أو بعض أنواع البسكوت اللي تسهلة تكون طبعا بسيطة ما فيها النار وغيرها من الأمور، تكون في شخص كبير يتخصص فيها. صح. فأتوقع هذا شوية قريب من التخصص اللي أنت قاعدة تتكلمين عنه. صح كلامك، صح لا وايد حلوة الفكرة إن شاء الله. خوش فكرة اسمع، أنا قاعد أتخيل إن الأم يعني هم رايحين منه
تتعلم الاكلات الهيلثي كانها دوره ومنها تشارك اليهال ومنها كل شيء جاهز، يعني شغله حلوه، وقت حلو مع الام وعيالها تصير حلوه. بس وقت. الحين في يوم مثلا جيتي حق عيالك ما كان عندك وقت مثلا ورحتي سويتي لهم الاكل بدون ما تزينينه، يعني تقليدي، ورفضوا انه ياكلونه؟ لا تصدقين الحين خلاص تعودوا، مو شيء دائما يومي الحين، لان كبروا، لما كانوا بسن حضانه كان شيء اساسي لازم كل يوم، الحين لا عادي. بس مثلا ممكن اغير لهم بالاكل، اغير لهم شلون اقصه، شلون ينحط بالعلبه، يعني هالشغلات هذه. زين بالكويت عندنا تحسين ان الامهات مهتمين بالموضوع هذا؟ يعني في مثلا امهات يشتكون عيالهم ما يتريقون الصبح، في امهات ما لها خلق الصبح تجهز جنطه الطفل، ممكن الخادمه تسويها، او ممكن يروح من غير جنطه ترى على فكره، تاكل وياخذ فلوس معه وما تدري عاد شنو ياكل هناك. صراحه يعني ما تتصورين ايش كثر الاهتمام الامهات، يعني يمكن يعني خاصه الامهات اللي قاعد يتابعوني وكذي واشوف شغلهم يطرشوا لي صور، يعني صراحة ما شاء الله عليهم، يعني ويشتغلون ويطبخون ويسوون حق عيالهم ويهتمون، يعني وايد أنا فخورة فيهم. يبونهم بس يأكلون أكل زين على رغبتهم. وايد فخورة فيهم صراحة. بس في ترى يا هال، يعني أنا عندي مثلاً ولد وبنت، ولدي عودت على كل شيء من يوم صغير، كل شيء هيلثي، كله ماشي على نظام دكتور. بنتي حاولت اسمه عيس منها، يعني إن أنا حاول إن تأكل أشياء هيلثي، كانت لا على طول الأشياء الثانية، يعني حتى لو يمكن أنا ما فكرت أزينة لها بالطريقة هذه، يمكن أنا لو مسويها ترى مو السبب. صدقين هو في يا هال يأكلون، أنا عيالي الكبار لما بلشت بهالشيء معاهم كانوا ما يأكلون صراحة. ولدي الصغير اسم الله عليه سنتين كل شيء ياكله، فيعني حسب الطفل، ترى من طفل لطفل يفرق، واحنا المفروض ان ما نحس بالذنب، يعني عادي، حتى الام اللي ما عندها وقت تنسق بهالشكل عادي، مو شيء لهالدرجه ضروري، بس شيء حلو يعني، حتى لو نسويه بين فتره وفتره يعني. صح، شيء حلو يعني بين الام والطفل، يعني انه واذا كان عندها الاول وقت شويه الصبح تخصص الوقت هذا انه تجهز وجبه الطفل. هو شيء حلو، هو شيء حلو، والياهل راح يقدره وما راح ينسى هالشغلات هذه. هذا في تواصل يصير بين الام والطفل، انه يتعود انه انا اساعد امي، وبعدين مو بس الاتكاليه، لما يبدا بعمر انه هو يشارك ساعد راح يحس انه هو والله قاعد يسوي شيء وايد كبير، خصوصا اذا الام شجعته. وانت استاذ اكيد تشوفين الامهات وردود فعلهم وبالنسبه لعيالهم اكثر شيء. طيب بالمستقبل شو اللي تفكرين وتطمحين انك انت تسوينه اكثر بالكويت كامراه كويتيه وسيده كويتيه دائما تشوف الافضل لاهل الكويت؟ يعني بصراحه انا مثل ما قلت لكم، انا مو باديه انه كبزنس او اي شيء، يعني انا شيء سويته حق عيالي وشفت الناس تجاوبوا فحبيت اني اساعدهم واشجعهم، فهذا اللي راح استمر فيه، ان اقدر اني مثلا اشجع امهات أكثر، ومثلا حتى مو حتى حق الأكل اليهال اللي أصغر سنة ونص وسنتين وكذي، أعطيهم أفكار وهم هم قاعد يساعدوني ويعطوني أفكار. وتتبعين ان كل عمر معين، يعني انا لما كنت اربي عيالي مثلا في اسمه تعرفين مثلا هالعمر مثلا ما يصير مثلا يشرب هالشغله او ياكل هالنوع الاغذيه، هم قاعد تمشين على الطريقه هذه وتعلمين الناس كذي. هذا هو قاعده امشي عليها، وقاعد يشوفون في ناس متابعيني من اول ما ولدت مثلا ولدي وحتى من قبلها، وعيالهم يصيرون نفس العمر، فقاعد يشوفون الشغلات اللي يتذكرون الشغلات اللي المفروض تتقدم بهالعمر، والشغلات اللي يعني عيال ضروري الكلاسات تفكرين فيها قريب. ان شاء الله اكيد في وايد، يعني في امهات ما يقرون ما يحاولون يدورون يبحثون، صح يصير اسهل عليهم ويصيرون مشغولين شوي، فاسهل هذه. هو تديش اللي نحتاجه نادي خاص بالامراه يتجمعون مع بعض، كل واحده تقول تجربتها، بس تجربه مفيده، يعني مو تجربه مو متاكده منها، تكون متاكده منها، واتوقع تبادل الخبرات بين السيدات هذا امر وايد مهم. يعني مو لازم كل شوي رايحين الطبيب وسائلين الدكتور في امور ما لها داعي ترى نسال فيها. صح اي، ومو حلو ان كل شويه مودينهم ما ادري الطبيب وكذي، يعني أصلاً مع الأكل الهيلثي تزيد مناعة الأطفال، حتى ما تحتاجين تودينهم الدكتور وايد إذا هم كانوا قاعد صح، لأنه ممكن أحس إنه يلقطون حتى فيروسز وكذي هناك بالمستشفى إذا على أقل شيء يعني. صح. بس طبعاً مهم إن نوديهم الطبيب ونتأكد إنه كل شيء أوكي. فكرتك الصراحة وايد حلوة، وأنا سعيدة جداً إنك كنتي معنا اليوم بشاي ضح أستاذة جنى النظيم، وإن شاء الله يا ربي بالمستقبل نشوف لك مكان خاص فيك حتى إحنا نيجي نزورك أيضاً ونشارك معك ولو بجزء بسيط، لأنك قاعد تسوين فكرة حلوة وتخدم السيدات اللي فعلاً ما عندهم هذا الوقت. شكرا لك، يعطيك العافيه، حياكم الله، مشكورين على الفرصه معي. شكرا لك. الريوق شيء مهم، ودائما نحن بين فتره والثانيه نحرص على الاكل. احنا موضوعنا اليوم ترى اكل، يعني تونا طلع من موضوع الاكل، واتوقع انسام كانت لك زياره بعد يعني في احدى المطاعم وكنتي ضيفه حتى. انا اي والله رحت عند اروى التركيت، ما قصرت صراحه، رحنا المطعم وتحسين انها انسانه تحب شغلها وعندها شغف بالطبخ يعني، وتتفنن وتحرص على كل الاشياء الموجوده، ويعني اقول لك اسمها صدق الويكند هذا كان يعني كل أكل أكلتها استمتعت فيها. لما رحت لها إن
من الحلو، من المقبلات، من المندش، يعني كله. ما تقولين في شيء مثلاً مذاك الزود، الكل شيء كان وايد حلو. حلو عليك، بالعافية أنسام. والفقرة هذه كانت جداً متميزة، راح نتابعها مع السادة المشاهدين ولنعتقلكم معنا.